كازين اللي فتحنا اليوم هذه مدة 5 شهور وحنا كنناقشوا مع المندوب ديال الصحة على أساس باش نفتحوا هاد المراكز لتقريبهم للساكنة ديال المدينة الجديدة. وهذا يوم اللي حنا وصلنا لهاد الأمنية اللي صحات هاد الساكنة، قررنا لهم هاد المراكز باش وفي نفس الإطار كتنقص من مناطق أخرى اللي كانت عندنا الاكتظاظ كثير. اليوم صبحت بهاد المركز اللي حنا فيه حي المطار اللي غادي يتحمل واحد 30,000 ديال الساكنة اللي كلها غتعود تزور هاد المطار. كذلك المركز السابق اللي شفنا ديال الغدوة اللي تاهو غادي تكون فيه واحد النسبة ديال 32,000 ديال الساكنة اللي غادي تزورو. هذا شيء اللي حنا كنعملو دائما في التنسيق مع وزارة الصحة. كيف كتعرفوا ان الجامعات الجديده دائما كانت راهنه اولا الساكنه ديال الجديده، وثانيا بالتنسيق مع وزاره الصحه في اطار اعطاء الساكنه ديال المدينه الجديده. وشكرا. السلام عليكم دكتور الصباغي جلال سعيد، مندوب وزاره الصحه باقليم جديده. اليوم كما شفتوا معنا تم بحول الله تدشين جوج مراكز صحيه تحت اشراف السيد العامل وواحد المرافق له. سونتر دو سونتي المطار نيفو 2 اللي كيتوفر على جوج الاطر الطبيه وطبيبه الاسنان وثلاثه الممرضين وقاعه لعلاج صحه الفم والاسنان، والمركز الصحي المستوى 1 للغزوه. وهاد لي دو سونتر غادي يساهموا في تخفيف العبء على باقي المراكز الصحيه سواء المركز الصحي السعاده او المركز الصحي سيدي يحيى. وهذا بطبيعه الحال كيجي بهدف تخفيف تقريب الخدمات من 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 المواطنين وتعزيز العرض الصحي بالاقليم وبمدينه الجديده على الخصوص. كنشكروا جميع الشركاء والمتدخلين اللي ساهموا في اخراج هذا المشروع للوجود. بطبيعه الحال على راسهم السيد العامل وممثلين وسيد وزير الصحه، وكذلك ما نساوش رئيس ديال الجامعات البلديه الجديده اللي بطبيعه الحال ساهم في اخراج المشروع للوجود. وكذلك المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي ساهمت في تجهيز المركز الصحي مستوى 1 الغزوه، ولا سي جي اللي ساهمت في تجهيز وبناء المركز الصحي مستوى 2 المطار. وشكرا.